يا صباح الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي مجموعه قناه اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من صباح اون تايم. حلقه كالعاده هنكون عندنا السبق في كل التفاصيل وكل الاحداث الرياضيه على مدار ال 24 ساعه الماضيه. كلام كتير جدا عن انطلاقه الدوري العام الممتاز في اولى جولاته واولى ايامه ان شاء الله. كلام ايضا باستفاضه عن مباريات اليوم في ثاني ايام الجوله الاولى من بطوله الدوري العام الممتاز بخلاف الفقره العالميه. كل هذه الامور في حلقتنا النهارده من صباح اون تايم. حبيبي بالسلامة يا صباح الخير اللي معانا. حلاوة شمسنا وغيبة ظلنا. كلمتين وبس. مرموش وابا الله 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 الله. يا ولد يا ولد يا ولد. لمسة تصويبة قوية. حط جول جول جول. ايه يا ابني الجول ده؟ لا صوت يعلو على صوت بطولة الدوري العام الممتاز. كلام كتير جدا عن انطلاقة بطولة الدوري العام الممتاز. امبارح كان أول أيام النسخة رقم 64 من هذه البطولة أو موسم 2022-2023. اتكلمنا كتير جدا على مدار 47 يوم أو 50 يوم تقريبا تحديدا من آخر مباراة الموسم اللي فات اللي كان اتأخر بسبب أسباب كتيرة جدا. وآخر مباراة تقريبا كانت يوم 30 أغسطس. كلنا بقى في الأيام دي أو الفترة الانتقالية ما بين البطولة دي والبطولة دي كان عندنا تشوق، لأن شفنا كلام كتير جدا، اهتمام بداية من الاتحاد المصري لكرة القدم، اهتمام من الرابطة المصرية، اهتمام الأندية ومجالس إدارتها ببطولة هامة، اهتمام كمان من المديرين الفنيين واللعيبة. الحقيقة المنظومة كلها بتعمل من أجل بطولة قد تكون الأقوى وهي هذه النسخة من بطولة الدوري العام الممتاز. امبارح بدأنا كلنا عندنا اشتياق بقى إن احنا نتفرج على هذه النسخة أو هذه البطولة ونشوف الفرق عاملة إزاي، هنشوف المديرين الفنيين وأفكارهم، نشوف كمان الصفقات الجديدة. كل التوقعات مخليانا قاعدين كده الحقيقة قدام الشاشات مستنيين كل سقطة ولقطة، سواء في مستوى التحكيم، في مستوى اللاعبين، في مستوى الأجهزة الفنية. وده اللي بيخلينا نقول إنها بطولة يعني مشوقة، ولكن في الآخر لازم نشوف كمان النتيجة الفعلية داخل أرضية الملعب. المباراة بشكل عام مباراة متوسطة المستوى، قد يكون بعضها جيد المستوى زي مباراة مثلا سيراميكا كليوباترا والميسي بورسعيدي، ولكن هنتكلم شوية بالتفصيل يعني مش قوي، ولكن على قد الوقت اللي متاح معانا عن الثلاث مباريات اللي كانوا معانا. والبداية من أسوان اللي بنبارك له طبعا عودته للدوري العام الممتاز، ولكن بنقول له هارد لك الهزيمة امبارح أمام فريق الاتحاد السكندري. هستعرض مع حضراتكم النتائج وبعد كده نتكلم على أبرز اللقطات اللي موجودة داخل كل مباراة. لأسوان في أولى مبارياته بيخسر من الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء. البنك الأهلي في اللحظات الأخيرة بيفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام فاركو، في حين المصري بورسعيدي بيخسر بهزيمة ثقيلة أمام فرقة سيراميكا كليوباترا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. عشان دي تكون نتائج مباريات أمس من أول أيام الجولة الأولى في بطولة الدوري العام الممتاز. النهارده أيضا في مجموعة من اللقاءات الهامة هنتكلم عليها بالتفصيل، ولكن نرجع كده فلاش باك لإيه اللي حصل امبارح ونبدأ بأول المباريات معانا، مباراة الصفقات بقى، لأن أسوان من الفرق اللي دعمت بشكل كبير جدا، في مقدمتهم مليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي سابقا. أيضا الاتحاد السكندري مدعم بصفقات كبيرة جدا من العيار الثقيل مهدي سليمان، محمود علاء، كوكبة من النجوم الحقيقة، في مقدمتهم كمان أوستن أموتو المهاجم القوي صاحب هدف المباراة. هنتكلم على المباراة باختصار ونشوف ايه اللي سبب يعني التفوق الاتحاد السكندري على فرقة أسوان. في البداية هي مباراة طبعا كان فيها تحفظ دفاعي من كلا الفريقين، الفرقتين نازلين في تخوف شوية مش عايزين يخسروا، رتم المباراة كان بطيء شوية إلى حد ما، ولكن مع بداية الشوط الثاني بانت بقى نوايا كل مدير فني، وده اللي فرق شوية كابتن ربيع ياسين عن المدير الفني الآخر لفرقة الاتحاد السكندري الصربي زوران مانولوفيتش، ان هو بدا يعمل تغييرات هجوميه كان اهمها ان هو يلعب باثنين مهاجمين، ان هو عمل بعض التغييرات كانت بدات في الدقيقه 60 بسحب اسلام عبد النعيم ونزل بسحب ابراهيم حسن ونزل مكانه اسلام عبد النعيم، عمل كده كمان مع سعيد وسيمبوري ونزل كريم الديب، ولكن التغيير الاهم بالنسبه لي كانت في الدقيقه 70 ان هو لعب باثنين رؤوس حربه مبلول وواحد من هداف الاتحاد السكندري الموسم اللي فات بيلعب جنب اوستن اوموتو، عشان دي تكون التغييره اللي خلت فيه افضليه للاتحاد السكندري، ولكن هي في الاخر مباراه الهدف الواحد بناء طبعا على تصريحات الكابتن ربيع ياسين اللي قال ان فرقته خسرت ولكن خساره مش قويه ولا زالوا هم
هم في مرحلة الإعداد، أكيد المباراة كانت هتفرق معهم بشكل كبير جدا، ولكن هدف واحد فقط لفرقة الاتحاد السكندري بيحصد به 3 نقاط هامة جدا في وسط موسم هيكون صعب وكل نقطة هيكون لها حساب. ويمكن ده السبب تفوق الاتحاد السكندري هي تغييرات مديره الفني اللي أشادنا بها بشكل كبير جدا. تاني المباريات أيضا معنا كانت مباراة البنك الأهلي وفاركو. الحقيقة قبل المباراة اتكلمنا في الاستوديو التحليلي إن ملعب بترو سبورت تحديدا من الملاعب الضيقة، يعني بلغة الكرة مش زي ملعب برج العرب مثلا، الملاعب اللي بتكون واسعة فبيساعد الفرقة اللي بتكون عندها مهام دفاعية أكتر أو تاكتكس دفاعية، وبتضايق الفرقة اللي دايما بتحب إنها تلعب في المساحات. وكان باين جدا الكابتن خالد جلال رامي لعيبة صراع على الأطراف، موجود كريم بامبو، متواجد أيضا ناصر منسي، متواجد لعدد كبير جدا من اللعيبة الصفقات الجديدة زي الجزار محمد أبو جبل، موجود كمان أحمد توفيق. ولكن البنك الأهلي أخطأ، فهو أخطأ ليه؟ لأن هو ما كانش يعني تحس إن هو عندهم سعي جامد إن هم يحرزوا هدف والتاني والتالت، كان في نوع من أنواع الاطمئنان، وده اللي احنا لاحظناه في الاستوديو التحليلي، إن اللعيبة حاسة إن فاركو بظروفه الصعبة، أزمة القيد، أزمة نادي المريخ السوداني بسبب قيد اللاعب سيف تيري، كل دي الأمور كانت أعتقد في حسابات الجهاز الفني ولاعبيه، وعارفين إن فرقة فاركو من الفرق اللي ما بتهددش المرمى بمعنى أصح بطرق كتيرة. هدف المباراة عن طريق كريم بامبو في البداية كان في الدقيقة 17، وزي ما حضراتكم شايفين لخبطة ما بين الحارس شيكا مع عبد الله بكري اللي عنده خبرات، اللي كان واجب هنا عليه ان هو يفتح الملعب سواء للباك رايت او للعيب الديفندر اللي جاي، ولكن هو بيرجع الكرة بسرعة جدا للحارس اللي ممكن نقول ان هو ما كانش متمركز، كان واقف على رجله الثابتة، اخطاء كتيرة جدا شايفين حتى تحركه هو بيحاول يقرب ناحيته، ولكن فوجئ بعبد الله بكري بيرجع ليه الكرة. وفي نفس الوقت إجادة من كريم بامبو الحقيقة اللي كان نجم المباراة بوجود أكتر من تصويبة منهم كرة ارتطمت بالعرضة، تحركه حتى وضغطه على الحارس كان أحد أسباب تفوق البنك الأهلي في الشوط الأول. استمر الحال على ما هو عليه، التغييرات كانت مركز بمركز فرقة البنك الأهلي، كابتن خالد جلال بيسحب مهاجم بينزل مهاجم آخر، بيسحب طرف بينزل طرف آخر، وأنا بتكلم مثلا على رزاق سيسي أو أي لاعب آخر، يعني كانت كلها تغييرات مركز بمركز، ما شفناش إن إحنا يعني الكابتن خالد جلال عنده المخاطرة شوية الحقيقة في هذه المباراة، عشان فاركو يستغل اللخبطة بقى اللي موجودة في الآخر بسبب الالتحامات والاحتكاكات وكورة طويلة على حد التعبير يعني ما كانش ليها خطورة كبيرة قوي، ولكن بيخفق الجزار يعني ما لعبهاش براسه حتى خلى الكرة تمر، عشان يفاجأ أبو جبل بأحمد شريف مهاجم فريق فاركو بيتقدم نحو الخط. طبعا كان ممكن أبو جبل يتصرف معاها أي تصرف تاني، ولكن الاهتزازة اللي كانت موجودة لأن أبو جبل أخطأ في إيه؟ أنا بالنسبة لي ما أخطأش في كرة ركلة الجزاء، ولكن أخطأ في الاحتكاكات اللي كانت موجودة قبلها، احتك بشكل كبير جدا مع قائد فرقة فاركو واحتك كمان مع مودي، فالحكم بالتالي إدى إنذار لمودي وإدى إنذار لأبو جبل، الكرة دي اللي خرجت أبو جبل عن تركيزه شوية فبالتالي احتسبت عليه ركلة الجزاء. هنتكلم على الحالة التحكيمية الحقيقة في المباراة دي تحديدا كتير وكتير جدا، وان شاء الله نحاول يكون معنا خبير التحكيم في قناة اون تايم سبورتس الكابتن سمير عثمان، لان المباراة دي فيها كوارث تحكيمية، يعني بمعنى اصح مش عايزين نكون بنجني على الحكام من اول يوم، ولكن المباراة ليه بتكلم في كده؟ لان لا قدر الله كان ممكن يحصل عدد كبير جدا من الاصابات. اول المباراة ما ابتدت احمد توفيق تدخل قوي جدا على قدم احد لاعبي فاركو، كان يستحق عليه أقل حاجة يعني إن هو يعني ممكن يطرد أو إنذار، ولكن الحكم حسب فاول على استياء كمان، يعني هو حس إن الفاول ممكن ما يتحسبش. كمان عاصم صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بيتدخل تدخل عنيف ممكن فعلا يكسر رجل لاعب، يعني مش هنتكلم إن هو فاول بقى أو زي ما قانون الكرة بيقول تهور ولا عنف ولا إيه الأمور اللي بتحصل، لا ده يعني عمل الحقيقة ما ينفعش يحصل كمان من لاعب كبير زي عاصم صلاح، لان التدخل بنعل الحذاء او بالاسترزاد بمعنى صح من تحت على قدم اللاعب بالشكل ده فيها تجني كبير جدا على صحه اللاعب الثاني او سلامته، فبالتالي المباراه فيها اخطاء تحكيميه بتخص سلامه اللاعبين وكمان خطا تحكيمي وهو ايه احتساب ركله الجزاء. لان هنا بقى هرجع شويه اخد فلاش باك كلاتنبرج وكلامه مع الحكام، لان يعني من وجهه نظري هل الحكام لما اتقال لهم اللي هيرجع للفار التقييم بتاعه هيقل فبالتالي هو بيحاول يخلي الحكم يتناسى وجود الفار؟ انا ضد الكلام ده، لان الفار الحقيقه هو موجود عشان نزاهه اللعبه، عشان ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه، وعادي جدا ان ركله جزاء هتضيع مجهود فرقه كامله في 90 دقيقه ارجع للفار في اخر دقائق وما اعملش الكلام ده. تاني قصه الالتحامات، هو الراجل حابب ان الكوره ما يبقاش فيه صفاره عمال على بطال،
احنا بنزهق لما بنشوف توقف توقف توقف، بنحس ان احنا عايزين نشوف ريتم سريع زي بره. ده مش معناه ان يحصل التحامات مؤذيه بالشكل ده. طيب يعني المثل بيقول ادي العيش لخبازه، وكل طبعا يعني مجال في الخبراء الخاصين بكل الامور الخاصه بيهم. وهنا كنت حابب ان احنا يكون معانا واحد طبعا من الحكام الدوليين السابقين وصاحب باع طويل جدا في الملاعب سواء العالميه او الافريقيه او المحليه المصريه، وكمان هو خبير التحكيم في قناه اون تايم سبورتس الكابتن سمير عثمان، والحديث عن الحالات التحكيميه وايضا مستوى الحكام في اول جوله او في الثلاث مباريات اللي لعبت حتى الان. كابتن سمير بصبح على حضرتك ومصحينك بدري، او حضرتك كالعاده يعني على طول من الناس النشيطه اللي بتصحى بدري. طبعا خير يا كابتن محمد، وطبعا لحضرتك وكل الساده المشاهدين، وحضرتك فتح الموضوع بدري احنا بقى لنا بس 24 ساعه في عمر الدوري، وربنا ييسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله. هما نقطتين لفتوا انتباهي الحقيقه في او ثلاث نقاط سريعا هتداولهم مع حضرتك، بعضهم اداري وبعضهم فني والبعض الاخر لازم احنا كمان نتوقف معاه، وهو الجانب الاخلاقي بقى في لعبه كره القدم او الفير بلاي زي ما الفيفا بيقول، وهو سلامه اللاعبين. امبارح مجموعه قويه جدا من الالتحامات، والحكم ان هو يتراخى في اصدار البطاقات سواء الصفراء او الحمراء خلى اللعيبه بمعنى صح داخله عماله في بعض كده بطريقه قويه جدا. وحضرتك كنت معايا في هذه المباراه، تدخل عاصم صلاح تحديدا في الدقائق الاخيره وتدخل احمد توفيق كان واجب طرد كلا اللاعبين، وان لم يكن على الاقل انذار احمد توفيق او طرد عاصم صلاح. بص انا اتفق مع حضرتك، وخاصه امبارح كان في حكم دولي محمود ناجي من الحكام اللي انا اعتقد هيبقى ليهم مستقبل كويس باذن الله في التحكيم، لكن واضح ان عنده تعليمات. هل الحكام فاهمه التعليمات دي؟ مش بوضوح يعني. اما انا يعني سمعنا وشفنا في الوسائل الاعلاميه ان كلاترنبرج بيقول للحكام اسمحوا بالتلاحم. مفيش حاجه اسمها اسمحوا بالتلاحم على فكره، انت عندك في قانون كره القدم انت بتطبقه. ايه هو التلاحم العادي؟ اما يبقى في منافسه على الكره، احنا اثنين على الكره بنخش على الكره جامد، انما ما فيش تلاحم بقدم على قدم ويقول اسمح بالتلاحم. يعني امبارح احنا عندنا كورتين ثلاثه ممكن لعيبه رجلهم يبقى فيها اصابات كبيره ممكن توصل لا قدر الله للكسر. فكون ان المعلومه لو دي وصلت للحكام بطريقه خاطئه يبقى لازم بسرعه نتدارج النقطه دي. انا وحضرتك امبارح كنا في الاستوديو شفنا العاب غريبه، ودي مش طبيعه محمود على فكره. يعني محمود من الحكام الفنيين اللي عندهم برضو يعني مهاره الى حد ما في التحكيم كويسه، بس امبارح مش هو. يعني واضح ان في تعليمات بتقول له اسمع بالالتحامات، يا جماعه دي مش التحامات. التحامات القويه اللي هي بتبقى بين لعيب ولعيب، والكوره بتبقى هي التارجت بتاعك انت عاوز توصل لها. انما ما ينفعش رجل على رجل داخل بقصبه رجله بالاستادز رجله ويقول بالالتحامات، لا ده قانون كده انت بتكسر القانون. اتمنى ما يكونش كلاتنبرج قال كده. اتمنى ان يكون الحكام مش واضحه لسه بالنسبه لهم، بس بدايه من النهارده الماتشات مش هيبقى فيها هزار خلاص. وفي فرق كمان يا كابتن سمير قبل بس ما ندخل في مباراه النهارده، في فرق بين ان انا اقول مش عايز صفاره كتير عشان متعه كره القدم، وفي فرق ان لعبه تستحق بطاقه حمراء او صفراء، ده لا خلاف عليها. برافو عليك. يعني حته معلش انا نسيت الكلمه اللي حضرتك كنت قلتها، يعني ما تصفرش كتير، بس لما يبقى فيه فاول مستحق القانون امرك انك تصفر عشان ده قانون. طيب تاني النقاط سريعا يا كابتن، قصه التقييم، الحكم اللي هيرجع للفار هل ده تقييمه هيقل، وهل ده يقلل من نزاهه الحكم؟ انا عادي ممكن ما اكونش شفت اللعبه بطريقه واضحه، فده اللي حصل كمان امبارح، عدم رجوع الحكم للفار الحقيقه، وده غير النقطه اللي حضرتك اشرت ليها في الهدف الاوفسايد اللي في الاول وعدم وضوح الخطوط لينا كمشاهدين، دي امور كمان كانت علامات استفهام في مباراه امس. حاجات مستفزه. يعني انا هقول لك حاجه، امبارح يا كابتن محمد يعني ايه الحكم؟ هو الفار ده معمول ليه؟ مش عشان يساعد الحكم بالظبط، ولا عشان تقيم الحكم؟ عشان نفهم بس، هو اسمه اسيستنت ريفري يعني مساعد للحكم. بالظبط، ما جابش سيره حته تقييم الحكم. يعني انا لما يبقى عندي مثلا ركله جزاء او تسلل انا مش شفته وحكم الفار ممكن يساعدني وانا شاك، ما اروحش بقى عشان هيقلل درجات؟ هل ده كلام؟ وهل ده لو كلام بيتعمل في البطولات العالميه ده شيء خلاص انت بتتكلم على اعلى مستوى في التحكيم، وغير اما تلعب في بطوله محليه ولسه احنا لسه بعنا بالفار لسه قريب، وحكام الفار لسه اللي قاعدين اصلا على الفار يا محمد ما حكموش اصلا لسه دوري ممتاز. دي نقطه مهمه برضه. يعني امبارح مثلا هيبقوا ان شاء الله بكره حكام كويسين وكل حاجه، انما انت قاعد على الفار انا كسفير انا لسه ما اعرفهمش، هم شباب صغير وباذن الله يبقوا كويسين باذن الله يبقوا كويسين، بس ما لعبوش دوري ممتاز. يعني
ايه الجراءه بتاعتك بقى انت دي اما تنادي حكم دولي جوه في الملعب تمام تقول له تعالى انت ركله الجزاء بتاعتك ايه خلاص تفهمني يا احمد انا عاوز اقول لك ايه يعني امبارح محمود ناجي ده حكم دولي الحكم اللي قاعد بره درجه اولى لسه ما لعبش دوري ممتاز ما لعبش ماتشين ثلاثه فلازم حتى اللي بيقعد على الفار يبقى لازم على نفس مستوى الحكم اللي جوه في الملعب او اقوى منه وطبعا الفقره عشان ابقى مقنع اما ناديك اما ناديك بصلح لك قرار انما يجي يقول لك الحكم اللي الفار يرجعه بغلط انزل تقييم لا الكلام ده ما يتعملش دلوقتي خالص ما يتعملش خالص دلوقتي في مصر قدامنا سنتين ثلاثه عبال ما نوصل للنقطه دي هو التطوير انك تصدر قرار يا محمد ولا اعلم الناس اعلم الحكام واعلم اللعيبه واحنا نتعلم كل حاجه ده التطوير انما التطوير اعمل ارهاب للحكم لو الفار ناداك انا اقصد درجاتك طب يا عم امبارح ايه مبروك في نقطتين ضاعوا على فرق ايه ده هو عشان ما نبقاش كمان بنعيد الكلام يا كابتن كلام حضرتك طبعا انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بون تايم سبورتس عن عدم صحه ركله الجزاء وده اكيد بيخلينا مستائين لان هي مجهودات فريق زي ما حضرتك تفضلت ووضحت يعني اخر النقاط اللي ايضا هنعيشها مع حضرتك هي نقطه اداريه بحته يعني لما يكون الحكم الدولي محمود معروف لسه راجع من الجزائر وعنده مباراه في اسوان كان ممكن على الاقل يعني تبديل وتوافيق كده ما بين الحكام يحكم هو مباراه في القاهره يحكم مباراه في تاني يوم في تالت يوم الدوري موجود الاسبوع الاول عايز تحط اسم حكم زي محمود معروف في الجدول حطه بس ما تجيبوش من الدار للنار يعني الراجل لسه جاي من الجزائر وريت المباراه في القاهره لا انت مسفره كمان اسوان فاعتقد بتبقى امور صعبه كمان اداريه بسيطه جدا ممكن يعني تخفف علينا حتى ان احنا نبقى طالعين ما عندناش حاله الاستغراب دي بصراحه بص يا كابتن محمد المعلومه دي انا عرفتها واتاكدت منها طبعا ان معروف كان لسه راجع من الجزائر بس النقطه اللي يعني تضيف برضو ان الحكام دول اتبلغوا قبل المباراه ب 24 ساعه وانت رايح اصلا اسوان انت مش رايح مثلا اسكندريه واللي انا عرفته برضو وده اللي انا متاكد منه انهم راحوا على حسابهم راحوا على حسابهم اسوان لما تروح على حسابك بالطياره دي انت بتتكلم اقل تذكره بحوالي 3000 جنيه مش هتكلم بقى على المستحقات بتاعت السنه اللي فاتت بص عشان الموضوع ده يبقى واضح بس يا محمد طبعا احنا لو عاوزين تحكيم جيد وعداله جيده لازم يبقى في عداله للحكام بالتأكيد. احنا بنعلق بنشوف اخطاء الحكام وبنقولها بس انت الحكم ده يعني مستحقاته بس انا مش بقول لك عقده لا ده في حاجه هو لعبها سنين اللي فاتت وانت في دوري ابتدى وبالمناسبه يا كابتن انا بشوف ان وبشوف ان الفقره المخصصه لحضرتك والكابتن شناوي ما هي الا فقره تعليميه للساده الجماهير ولينا احنا كمان كاعلاميين قاعدين بنتعلم من حضراتكم وكمان الحكام اللي اخطا يبقى عارف خطاه فين واحنا مش هدفنا الانتقاد بالعكس احنا هدفنا الاصلاح خالص ويا رب الحكام ينجحوا يا محمد والله العظيم يعني احنا في الاستوديو احنا بنبقى معاك بندور على الحاجه الحلوه بس عشان نطلعها انما لما بتبقى في حاجه صعبه لازم تقولها للجمهور بالطبع انما في النهايه كل الدعم التحكيم المصري كله وكلنا وراه لغايه ابعد درجه عشان ننجح بس المسابقه إن شاء الله. عشان الكلام اللي انا بقوله ده مش بيبقى على فكره المشاهد لما بيشوفه مش بيبقى مبسوط منه ليه يقول لي وانا مالي لا بالعكس والله الجماهير دلوقتي بتحب كمان جدا الفقره دي ومستنيه النزاهه الحقيقه التحكيميه في كل الفرق مش على ما بنقفش على لون واحد او فريق واحد ولكن بالعكس احنا بنعمم اهو بنتكلم في انديه حتى ملهاش قاعده جماهيريه زي البنك الاهلي في ثالث مشاركاته او فاركو في ثاني مشاركاته ولكن احنا على بعد واحد من جميع الفرق الحقيقه بشكر حضرتك يا كابتن سمير على مجهوداتك سواء في الاستوديوهات التحليليه او في هذه الفقره كمان وبصبح على حضرتك. كان معنا طبعا في هذه الفقره الكابتن سمير عثمان الحكم الدولي وخبير التحكيم في قناه اون تايم سبورتس كده نكون اتكلمنا عن المباراتين وسريعا بنبارك للكابتن احمد سامي وفريق سيراميكا كليوباترا على الانطلاقه الجيده والمتعه اللي احنا بقى منتظرينها واخر مباراه طبعا لو بنتكلم على فريق المصري بورسعيد اللي دعم بصفقات قويه جدا ايضا بنقول له هارد لاك لان هم كانوا على يعني امل ان هم يبداوا الجدول او المباريات طبعا بطريقه كويسه مع الكابتن طبعا ايهاب جلال ولكن ان شاء الله ان يكون التوفيق من نصيب سيراميكا كليوباترا لو هنتكلم على الكابتن احمد سامي تحديدا طبعا هو عنده امور كتيره جدا وطرق لعب واضحه واهمها دايما ان هو بيشتغل على لعيبه معينه بحد ذاتها نفتكر كده مع سموحه تالق مصطفى فتحي احمد عبد القادر حسام حسن كل هؤلاء اللاعبين انتقلوا بعد كده الى فرق القمه سواء الاهلي او الزمالك بعد كده استمر نفس الحال نفس طريقه الكابتن احمد سامي الحقيقه اللي دايما بيكون عنده ثقه في اختياراته وده اللي حصل امبارح شفنا تالق جوني بوكا من تحتهم محمد ابراهيم احمد ياسر ريان تالق كامل لفرقه سيراميكا كليوباترا يستحقوا الثلاث نقاط بنبارك لهم اكيد على الانطلاقه الجيده مشاهدينا نطلع لفاصل وبعد الفاصل نواصل حديثنا ابقوا دايما معنا على شاشات اون تايم سبورتس
بجد تابع حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم، وحديثنا لازال مستمر عن الجولة الأولى من بطولة الدوري العام الممتاز. النهاردة بإذن الله ثلاث مباريات لا تقل أهمية عن الثلاث مباريات اللي لعبوا امبارح. البداية هتكون مع المباراة الكلاسيكية بإذن الله بين النادي الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 5 مساء. أيضا في نفس التوقيت بإذن الله هيكون متواجد إمبي وبيراميدز في تمام الساعة 5 مساء، وفي النهاية الزمالك مع سموحة في تمام الساعة 7 مساء. يمكنكم متابعة الثلاث مباريات كالعادة على شاشات اون تايم سبورتس. لو هنتكلم سريعا على الثلاث مباريات وابداهم بالترتيب زي ما هم قدامنا في الشاشة وعلى حسب طبعا مواعيد المباريات، هبدا مع مباراة النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي، وهبدا كمان بالنادي الاسماعيلي بحكم ان هو صاحب الارض والضيافة في مباراة اليوم. النادي الاسماعيلي دعم صفوفه، ولكن التدعيمات كانت على المستوى الاداري اللي هو الفني يعني بالنسبة لي، وعشر صفقات ابرزها طبعا باسم مرسي وصالح جمعة والغاني يارو انور وحمدي النجاز ومحمود شبراوي واحمد محسن، بالاضافة الى التدعيم الفني اللي هو اهم خارج الخطوط طبعا كارلوس جاريدو واحد من المديرين الفنيين عندهم خبره في الدوري العام ممتاز. الحساسيات اللي موجوده طبعا ما بين الاهلي والاسماعيلي، ودايما النديه اللي احنا متعودين ان احنا نشوف مباريات او جيمز مفتوحه ومتعه كبيره جدا، لو نقعد نفتكر بقى المباريات القويه ما بين الاهلي والاسماعيلي هنعد كتير جدا. ولكن الاسماعيلي طبعا هناك تخوف من جماهير الدرويش لان هو مستواهم اخر سنتين ثلاثه مش في افضل حاله، ولكن كلهم بيمنوا النفس مع هذه البدايه القويه، مع وجود كمان كوكبه من نجوم الفريق زي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي احمد مصطفى اللي بيتالق في السيزون اللي فات كمان في اخر المباريات، ان هم يقدروا يعملوا توليفه جيده طبعا بالاضافه الى واحد من نجوم الفريق مدبولي. كل هؤلاء اللاعبين هنشوف هيعملوا ايه مع جريدو، كلنا متشوقين نشوف الاسماعيلي في بدايه مبارياته. الناحيه الثانيه النادي الاهلي ايضا دعم صفوفه فنيا بوجود طبعا المدير الفني كولر على راس القائمه الفنيه، ولكن كمان بعض التدعيمات القويه زي البرازيلي برونو سافيو اللي اصبح كده بسرعه واحد من معشوقي جماهير النادي الاهلي، كمان صفقتين من سيراميكا كليوباترا شادي حسين اللي بدا يكتب مشاركاته الرسميه الاولى، ولكن لسه جمهور الاهلي مستني يشوف مصطفى ميسي اللي لازال حتى هذه اللحظه مستبعد فنيا. اعتقد ان كولر مستني اللاعب يجهز بشكل كبير جدا عشان يبدا يقدم اوراق اعتماده مع النادي الاهلي بالشكل اللي يليق بالنادي الاهلي وكمان بمصطفى ميسي واحد من المواهب الشابه اللي موجوده رفقه المنتخب الاولمبي. النادي الاهلي طبعا حضراتكم عارفين ان هو لعب حتى هذه اللحظه كان لعب ماتشين وديين او ثلاث ماتشات تقريبا على ما اتذكر، كان احدهم يعني تفوق في مباراتين وكان تعادل سلبيا مع طلائع الجيش، ولكن المباراه الرسميه بقى هي المقياس الحقيقي لجماهير النادي الاهلي لان هو تفوق ذهابا وايابا على ثاني الدوري التونسي في الموسم الماضي للاتحاد المنستيري، تفوق في تونس واحد لا شيء، بعد كده لعب مباراه هنا في القاهره وتفوق فيها بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وجمهور النادي الاهلي بدا يتعرف على اللعيبه الجدد، يطمن كمان على الحاله الدفاعيه لان دي كانت ابرز نقاط الضعف في الموسم اللي فات من وجهه نظري الشخصيه، ولكن السنه دي ما شاء الله الشناوي بيقدم مستوى جيد جدا، دفاع الاهلي ازداد قوه بشكل كبير جدا بعوده اكرم توفيق، واعتقد ان اكرم توفيق جرب المدير الفني بمعنى اصح ان هو يلغي فكره ثلاثه ورا، لعب باربعه فلات صراح لان اكرم توفيق من الركائز الدفاعيه الجيده وكمان بيقدم مسانده هجوميه، بنشوف جنبه كمان محمود متولي اللي برضه انا شايفه تاني مكاسب النادي الاهلي، النادي الاهلي كان دايما بيفتقد للمساك اللي بيقدر يبني الهجمه من تحت، واعتقد ان دي فلسفه كولر ان هو يكون عنده مدافع بيقدر يطلع بالكوره عنده ثقه في نفسه، ربنا يبعد عنه بس الاصابات لان محمود متولي كان نجم كبير جدا في النادي الاسماعيلي، ولكن عنده سوء توفيق من منذ ان عاد او التحق بالنادي الاهلي، بالاضافه طبعا للخبرات الكبيره جدا الموجوده عند علي معلول، تالق حمدي فتحي بشكل كبير جدا واحرازه الهدفين في المباراه بيعزز الثقه النفسيه اللي موجوده عند حمدي فتحي مع وجود منافسه طبعا مع اليو ديانج. الحقيقه فكره الاهلي السنه دي اعتقد هتظهر بشكل مغاير تماما جدا وهيكون في مصالحه بشكل كبير جدا، ولكن ده لا يقلل من فرقه الاسماعيلي، احنا منتظرين مباراه كلاسيكيه هتكون من المباريات الممتعه باذن الله في ثاني ايام البطوله رقم 64. ثاني المباريات ان شاء الله في نفس التوقيت هتكون مباراه بيراميدز وامبي، ونفس الحال بيراميدز مستمر في المنافسه بيحاول ان هو سنه عن سنه يدخل الدوري العام الممتاز، بدا يتدرج في مستواه بعد احتلاله المركز الثالث واول مشاركاته وبيخش بقى في الكونفدراليه، امور كتيره جدا بدا يحس بيراميدز ان هو بيكتسب بيها خبرات، ولكن الموسم اللي فات افضل مواسمه في بطوله الدوري العام ممتاز لاحتلاله المرتبه الثانيه.
احتفظ بتاكيس جونياس المدير الفني اليوناني المخضرم بعد طبعا اكتر من تجربه كان ابرزها مع وادي دجله والتحقه ببيراميدز، بعد كده بيتوقف وبيلتحق الكابتن ايهاب جلال. المهم يعني ان تاكيس جونياس موجود دلوقتي مع فرقه بيراميدز، صفقات كتيره زي كريم حافظ اللي بينضم كاحد الاظهره اللي بتلعب في الجبهه اليسرى، موجود كمان مصطفى فتحي بعد الاعاره من التعاون السعودي، كمان صفقه جيده جدا محمد الشيبي النجم المغربي من الجيش الملكي المغربي، ومحمود عبد العاطي دونجا نجم الاسماعيلي سابقا والزمالك سابقا ومصر المقص، عدد كبير جدا من الانديه. الناحيه الثانيه امبي كمان مدعم صفوفه بشكل كبير جدا، ولكن بالنسبه لي ابرز تدعيم لفرقه امبي هو المدير الفني احمد كشري اللي طبعا بيقدم مستويات جيده مع عدد من الفرق في الموسم اللي فاتت في بطوله الدوري العام الممتاز، فبالتالي احمد كشري اعتقد هيكون من المواهب الجيده تدريبيا في بطوله الدوري العام الممتاز، بنتمنى له اكيد برضو كل التوفيق. ولكن على مستوى الصفقات ضم اكتر من لاعب، سريعا كده هقول الابرز: رمضان مصطفى من مصر المقصه، احمد عيد ظهير الايمن لنادي الزمالك على سبيل الاعاره، كمان احمد صبيحه من مصر المقصه، مودي ناصر من ايسترن كومباني، واحمد امين اوفا مهاجم سيراميكا كليوباترا اللي كان بيتالق السنه اللي فاتت مع ايسترن كومباني. ده تاني المباراه، ايضا متوقعين ان احنا نشوف مباراه جيده. اخر مباراه هتكون ما بين بطل الدوري في اخر نسختين ماضيتين نادي الزمالك اللي بيواجه سموحه، واعتقد هتكون من المباريات كمان القويه ولكن تكتيكيا، لان فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك معروف طبعا قد ايه ان هو مدير فني محنك في قرايه الملعب والفريق الخصم. الناحيه الثانيه كابتن طارق العشري معروف طبعا بالتزامه التكتيكي، واي فرقه بيتولاها الحقيقه الكابتن طارق العشري دايما بيكون ليها شكل داخل ارضيه الملعب، واعتقد ان سموحه بدا يوفر له الخامه اللي تخليه قادر ان هو يقدم موسم جيد مع النادي السكندري. نادي الزمالك كان بدا السيزون باربع مباريات لان هو لعب ابتداء من دور ال 64، كسب المباراتين، دخل على دور ال 32، لعب مع فرقه فلامبو البرونديه كسبهم بنتيجه 1-5-1. اي نعم الصفقات لم تكتمل بشكل اساسي، الصفقات المشاركه مع نادي الزمالك حديثا، ولكن بعضها بدا يقدم اوراق اعتماده زي زكريا الوردي وغيره وغيره من اللاعبين الاخرين. ولكن بشكل عام جمهور نادي الزمالك مستني يشوف صفقات لم تقيد افريقيا زي مصطفى شلبي وعمر السيسي، كمان المهاجم البنيني سامسون اكينولا، دول الجوانب اللي جمهور الزمالك مستنيهم. اكيد مستني الانتصار النهارده برضو، ولكن اكيد بيتكلم على حاله فنيه بيعيشها نادي الزمالك من ناحيه الاستقرار او كمان اللاعبين الاخرين. اخيرا قبل ما نشوف تقرير عن مباراه النهارده، الحقيقه انا سعيد جدا امبارح وابديت سعادتي بوجود بعض اللقطات البسيطه جدا ولكن كلها لقطات ايجابيه عشان نقول ان احنا بقى عندنا دوري ما يقلش عن الدوريات الاخرى. المستوى الفني ممكن يكون في جاب شويه ما بيننا وما بين الدوريات القويه لو بنتكلم على البريمير ليج، ولكن التفاصيل الصغيره دي بالنسبه لي بتخلي حتى المشاهد او اللي بيحب كره القدم من صغره مستمتع. ايه المشكله لما كنا نعمل جائزه مان اوف ذا ماتش وبعدها كمان نبدا نطور لاعب الشهر ونشوف امور صغيره زي دي؟ امبارح ثلاث مباريات الحقيقه شفنا فيهم اللفته الطيبه دي، يعني بنشوف اول مباراه كانت اسوان والاتحاد السكندري بيحصل فيها رجل المباراه اوستن اوموتو على لقب رجل المباراه، ثاني مباراه بنشوف كريم بامبو بيتسلم الدرع الخاص طبعا المقدم من الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه المصريه المحترفين، كل هؤلاء اللاعبين توجوا بمجهود فردي جيد، فبالتالي لما يحصلوا على هذه الجائزه زي ما حضراتكم شايفين في الصور اعتقد بتفرق قوي مع اللعيبه التفاصيل الصغيره دي. اخر مباراه كانت مباراه سيراميكا كليوباترا والميسي بورسعيدي، ميدو جابر هو رجل المباراه، وشايفين طبعا السعاده اللي موجوده عند اللعيبه بتفاصيل صغيره. احنا كمان كمشاهدين دايما كنا بنشوف الجوانب الاداريه الصغيره عند المشاهد مش كامله بالنسبه له من النادي، زي اسم اللاعب كان حاجة بسيطة جدا زي ما بنطبع الرقم يا جماعة كنا بنحط الاسم، ولكن ما كانش ده موجود عند عدد كبير جدا من الأندية. لحد اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها الست فرق اللي لعبوا امبارح كلهم ملتزمين بكتابة أسماء اللعيبة، وده شيء كويس لأن يعني مش كل مشاهد عارف اسم اللاعب اللي بيلعب إيه، طبعا المعلقين بيقولوا بالأسماء ولكن أوقات الكادر بيجي على لاعب بيبقى مهم جدا إن الجماهير المصرية تتعرف على اللاعبين. خلونا نشوف تقرير عن مباراة النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. يستعد ناديي الأهلي والزمالك لخوض غمار النسخة 64 من منافسات الدوري الممتاز بأهداف وطموحات مختلفة، فالأهلي يسعى بقيادة السويسري مارسيل كولر لاستعادة لقب المسابقة المحلية الذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء في العامين الأخيرين، بينما على النقيض تماما الزمالك يسعى لكتابة التاريخ والاحتفاظ تحت قيادة البروفيسور البرتغالي فريرا باللقب الثالث على التوالي بعد قيادة درع آخر نسختين لخزائن ميت عقبة.
الأهلي يبدأ مهمته بمواجهة من العيار الثقيل، ولم لا وهو يواجه فريق الإسماعيلي أحد أكبر وأعرق الفرق المصرية، ودائما ما تحمل المواجهات الكثيرة بين الفريقين في المسابقات المختلفة. الأهلي الذي يتطلع للفوز الثالث تواليا في حقبة كولر، مهمته لن تكون سهلة في ظل تواجد الإسباني خوان كارلوس غاريدو على رأس القيادة الفنية للدراويش، وهو الذي يعرف الكثير عن الأهلي على ضوء قيادته في حقبة سابقة في موسم 2014-2015. وتعد مواجهة الأهلي لغاريدو هي الثالثة، حيث كانت المواجهتين وقت أن كان غاريدو يقود النجم الساحر التونسي في مجموعات دوري الأبطال، وعرف الفوز مرة والهزيمة مرة، فضلا عن التدعيمات القوية التي قامت بها إدارة الفريق أملا في استعادة المكانة المفقودة وسط الكبار، وعلى رأسهم صالح جمعة والتونسي حمد النقاز وغيرهم، مما يجعل المواجهة تحمل الكثير في أمسية برج العرب بالإسكندرية. وعلى الجانب الآخر يبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة لا تقل إثارة عن مواجهة الأهلي والإسماعيلي، عندما يستقبل سموحة على استاد المقاولون العرب في لقاء دائما ما يتسم بالندية بين الفريقين، في ظل قيادة فنية من العيار الثقيل على الجانبين بين البرتغالي جوزفالدو فيريرا المتوج بلقب النسخة الماضية وطارق العشري الذي قدم أداء مبهرا مع طلائع الجيش في الموسم المنقضي. ويسعى سموحة لتقديم أداء جيد أمام الزمالك من خلال الفوز وتحقيق أول 3 نقاط له في الدوري تحت قيادة طارق العشري الذي يعرف الكثير عن الفارس الأبيض بعدما جمعه به 24 مواجهة خلال مسيرة العشري التدريبية، تفوق في 8 لقاءات مقابل 5 تعادلات و11 هزيمة. إلا أن الزمالك يعول على نجومه وتحديدا هداف النسخة الماضية أحمد مصطفى زيزو، بالإضافة للصفقات الجديدة التي يتقدمها السنغالي إبراهيم نداي والمغربي زكريا الوردي اللذان يشاركان في أول مواجهاتهم بالدوري في هذا الموسم الجديد. ده كان تقرير عن المتعة اللي احنا بننتظرها في الثلاث مباريات اللي هيكونوا النهاردة ان شاء الله عبر قناة اون تايم سبورتس ابتداء من الساعة 5 مساء. ان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق ان هم يقدموا المستوى الجيد. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي الى الفقرة اللي بنتواصل فيها مع حضراتكم من خلال فقرة اللعبة، واللي بيكون دايما فيها معانا سؤال لحضراتكم بنجاوب عليه من خلال الفقرة في نهاية هذه الحلقة. سؤالنا النهاردة لكل متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، ايه توقعات حضراتكم لمباراتي الاسماعيلي امام الاهلي والمباراة الاخرى مباراة الزمالك امام سموحة؟ هنتظر الاجابات ان شاء الله على كل مواقع التواصل الاجتماعي ونناقشها بالتفصيل في نهاية هذه الحلقة. مشاهدينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في باقي الحلقة مما تبقى من الاخبار العالمية او المحلية. ابقوا دائما معنا على شاشات اون تايم سبورتس. بجد التابع حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح اون تايم، ووصلنا مع حضراتكم الى فقره اون فاير نيوز. هبدا حديثي عن النادي الاهلي والقائمه المعلنه من كولر المدير الفني للنادي الاهلي، وكان طبعا اعلن عن قائمه فيها 21 لاعب ابرزهم طبعا على الاطلاق غياب. يعني قبل ما اتكلم على 21 لاعب، كان في بعض اللاعبين اللي غايبين عن المباراه زي رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايضا بيغيب علاء حمزه علاء ومحمد اشرف ومحمد مغربي وميدو نبيل، دول ابرز اللاعبين الغايبين. ولكن القائمه المعلنه بوجود 21 لاعب من النادي الاهلي، في مقدمتهم محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير، ايمن اشرف، محمود متولي، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني واكرم توفيق وكريم فؤاد، حمدي فتحي وعمرو السوليه واليو ديانج، كل من محمد مجدي قفشه وحسين الشحات واحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، كمان محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين. ونقدر من هنا نستشف التشكيل الاقرب للنادي الاهلي. اكيد بالفعل يعني ممكن يكون في منافسه في بعض المراكز، ولكن في لعيبه حاجزه اماكنها زي محمد الشناوي في مركز حراسه المرمى، هيكون علي معلول في الجانب الايسر، عبد المنعم ومتولي قلبي دفاع، اكرم توفيق في الجانب الايمن، حمدي فتحي وديانج في وسط الملعب. ناحيه اليمين هيكون في منافسه ما بين حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ناحيه الشمال محجوزه لاحمد عبد القادر بشكل كبير جدا، ويظل المركز اللي هيكون فيه يعني بعض المنافسه خلال الموسم كله مش بس مباراه النهارده، مركز المهاجم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين، مع وجود أساسي كمان لبرونو سافيو عشان يكون ده تشكيل النادي الأهلي الأقرب، مع وجود منافسة في بعض المراكز زي ما أنا قلت لحضراتكم. نادي الزمالك أيضا
كان أعلن يعني القائمة الخاصة بمباراة سموحة. خليني سريعا أيضا أستعرضها مع حضراتكم، لأن فيريرا لما أتكلم على المباراة أكيد أتكلم على فرقة سموحة أنه هو فريق قوي، ولكن نادي الزمالك بيستعد أنه هو يبدأ بداية مبشرة في بطولة الدوري العام الممتاز، وتصريحات كتيرة جدا لما أمير مرتضى منصور كمان قال أن بطولة أفريقيا حاجة وبطولة الدوري العام الممتاز شيء آخر. نادي الزمالك القائمة هي محمد عواد في حراسة المرمى، معاه محمد صبحي ومحمد نديم، خط الدفاع متواجد فيه عمر جابر، حمزة المسلوسي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي. خط النص هيكون فيه محمد أشرف رؤى وزكريا الوردي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم أوباما وسيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو وشيكابالا. أما خط الهجوم هيكون فيه سيف الدين جزيري ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا. وبكده نلاحظ إن نادي الزمالك لم يضم إلى قائمة المباراة أي لاعب من الصفقات الجديدة، سواء دونجا اللي بيغيب للإصابة، عمرو السيسي اللي حتى دلوقتي كمان نادي الزمالك عايز يقدمه بشكل جيد هو مصطفى شلبي، فبالتالي بيغيبوا عن مباراة النهاردة، ويدوا الأفضلية للعيبة اللي خاضوا الأربع مباريات الخاصة في دور الـ 64 أو دور الـ 32 مع وجود سامسون أكينول عشان يكون هو الإضافة الوحيدة اللي مش مقيدة إفريقيا في قائمة نادي الزمالك، وقد يكون بيشارك في المباراة أساسيا أو طبعا بناء على وجهة النظر الفنية الخاصة بسيف الدين الجزيري. هنشوف فكر فيريرا إيه في هذه المباراة. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نواصل حديثنا في صباح أون تايم. ابقوا دائما معنا على شاشات أون تايم سبورتس. بجد تعب حضراتكم مشاهدينا، لازلنا مستمرين مع حضراتكم في صباح أون تايم. وصلنا إلى الفقرة العالمية اللي أكيد أبرزها هي بداية الأسبوع الـ 12 من بطولة الدوري العام الإنجليزي أو البريمير ليج بمعنى أصح. امبارح كانت بدأت المباريات، مباراتين كانت برايتون مع نوتنغهام فورست انتهت بالتعادل السلبي، المباراة الأخرى كريستال بالاس اللي بيحقق فوز هام جدا على وولفرهامبتون بعد ما كان وولفرهامبتون متقدما بهدف لنجمه العائد من برشلونة أداما تراوري، هدف كان في الدقيقة 31، ولكن سرعان ما تفوق كريستال بالاس دخل في الجيم مرة ثانية بيحرز هدفين كانوا هامين جدا عن طريق إيزي في الدقيقة 47 وويلفريد زاها اللي حصل على رجل المباراة في الدقيقة 70 عشان يرتفع رصيد كريستال بالاس إلى 13 نقطة في المركز العاشر، وتظل معاناة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي متواجد بتسع نقاط في المرتبة 17. الناحية الثانية برايتون أكيد بالفوز اللي حققه يرتفع رصيده إلى النقطة 15 في موسم جيد حتى بعد رحيل مدربه ويظل في المركز السابع. نوتنغهام فورست اللي صاعد من الشامبيونشيب الإنجليزي بتظل المعاناة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فقط. دي المباراتين اللي لعبوا امبارح في بدايه الاسبوع ال 12 من الدوري الانجليزي. النهارده في مجموعه من المباريات اهمها على الاطلاق طبعا مباراه نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيلتقي مع ويست هام يونايتد، لقاء هيبدا في تمام الساعه 8:30. في نفس التوقيت مجموعه من اللقاءات، نيوكاسل بيلتقي مع ايفرتون الانجليزي، بورنموث مع ساوثهامبتون، وبرينتفورد مع تشيلسي ايضا لقاء هام جدا لكل محبي تشيلسي، في حين لقاء الساره هيكون مانشستر يونايتد مع توتنهام، واحد من المباريات القويه في هذه الجوله في تمام الساعه 9:15. بنتمنى اكيد كل التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح في مواصله التهديف سواء في الشامبيونز ليج اللي بداوا بالهاتريك او كمان هدفه الهام جدا في مباراه مانشستر سيتي الاخيره. اخيرا نختم مع حضراتكم بالاجابات اللي كانت على سؤال حلقتنا النهارده. سالناكم عن نتيجه توقعاتكم لمباراتي الاسماعيلي امام الاهلي وايضا نادي الزمالك امام سموحه. هنبدا هذه الاجابات والتوقعات مع محمود عادل اللي بيقول صباح الخير عليك يا غانم، بصبح عليك، فوز الاهلي 4-0 وفوز الزمالك 3-1 ان شاء الله. اشرف يوسف بيقول اتوقع فوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء والزمالك 3-1. رامي ايميل ايضا بيتوقع فوز النادي الاهلي 4-0 والزمالك ايضا 2-1. اخيرا اخر الاجابات مع محمود سيد صالح بيقول 4-0 للاهلي والزمالك 2-1. انا شايف ان كل محبي النادي الاهلي بيتوقعوا فوز النادي الاهلي 4-0، وده بيفكرنا بمباراه الدور الاول في الموسم الماضي ما بين الاهلي والاسماعيلي اللي كان تالق فيها بيرسي تاو وتفوق النادي الاهلي بشكل عام 4-0. وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بنتمنى كل التوفيق للست فرق اللي هتلعب النهارده، بنتمنى كمان كل التوفيق للطاقم التحكيمي، وان شاء الله مشاهده ممتعه عبر قنوات اون تايم سبورتس. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ولقاءات تتجدد على مدار الأسبوع مع صباح أون تايم.